تاكم تبون متان به ربيع وخضار به روت تخريم والعش وتاكم تبون متان به طعوس هذا بمرق الخرار بس تراه زحمه وبوه متان ما يدلونها الناس جهة الغطغط يا ابوي اخلص علينا ايش قاعد تقول انت خرخر وغطغط اهدى من كذا نركب السياره ونلفلف نشوف اي تراب نقعد فيه هذا هو البر يا اخي ما نبي شيء بعيد نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8 7:30 الصبح الا عقب الفجر على طول مع شقه النوم جعل بطن العدو يشق حنا قصدنا 8 الليل اما عاد 8 الليل يا عيال سلامات يا اختي رايحة عرس انتي وين عندك ذا التعب والتجهيز تبينا نكشف في الليل حلات البر في الصبح اقول فاضي انت قوم صباح الله خير لا والله حلات الويكند نوم فاضيين ذولي والله لحظة انتوا ايش قاعدين تسوون اجتماع تحديد مكان الكشتة لا 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 خلاص انا حجزت مكان كشتة مره حلو كشتوا فيه بنات خالتي السنه اللي فاتت المهم ابرسل لكم اللوكيشن وعلى كل حال قريب يعني بعد 10 دقائق من هنا بس يا ابوي كشتين بالدايري ذولي يلا بنات 3 2 1 تشيز احنا وين في الكشتة والجو يفول سلامات يا ابوي جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين مالك دخل هذا مكاننا اذا مو عاجبك لا تقعد بعدين وش ذا اللمبات عرس عايده سوي تنكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطه بعدين ما لومك ما تعودت على الترتيب والاجواء اقول يا ابو حمود ما ودك تكملنا بنات الله يحييك كون عنا بس فكاني اجلس اجلس يا ولد الهاص يلا بنات صوره صوره لا 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 مو حلوه مو حلوه اصبروا نفس جو الاستراحة ما في أي فرق بس هناك بيننا وبينهم جدر هنا سيارة ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة أقول سمعنا شيء صالح وفكونا من الاقتراحات النايمة ها ودي بشاهي خفيف ومخدر بدتنكة واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبا تمشي وتدق رقبا يا الله وش الاغنيه القديمه ذي من وين جبتها هذه من مسرحيه المهابيل اوه ذكرتها اللي فيها خالد سامي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه تبين قهوة؟ لا مستحيل ليش وشو سعرات حراريه بعد لا بس ما احب اشرب كافيين بالليل اخاف يسهرني يا الله يا ليتني جايبه هوت شوكليت شاكوش يصك راس العدو يوم انك ما تبين قهوه ليش خليتيني اصب طيب ورق قلبتي علي عادي خلاص اشربيها ولا اعطيها واحده من البنات تشربها انا بطلب هوت شوكليت من كيان ملاك نسيت التوصيله وشلون بنشغل الشوايه الكهربائيه الحين هذا انت قلتيها كهربائية يعني التوصيلة تجي قبل الشواية شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة لا 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 خلاص ما لا داعي اليوم بنشوي على الفحم أوه نسيت الولاعة يا ربي هذه اللي بتجنني سلامات يا مي زهايمر معليش وشو اللي جاي أمانة دامك ناسي كل اللي موصينك عليه يا بنت الحلال خلاص روقي طالعين ننبسط الحين بطلب ولاعة بس هذا اللي فالحة فيه بطلب وبطلب رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب مرمانة عليكم وعلى اللي يطلع معكم ها ها خير انت وياه عندك فاهم يا لبا اقول اذلف لا اصكك من التلمس الحين بديتنا معصبين انا تبون لفة اكا اكا في الدكة عمر اخوانا معهم العجل العجل تعال يا ورع
شكرا. اسبوعين تجهيزات واخرات اغراضكم كلها طلبيات. طلعتكم ذي تشبه كل شيء الا الكشته. اوكي يا الرحاله يا طير البار، لبيت خلصت؟ الحين وش تبي انت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طاولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. اي والله هذا الاقتراح الزين، لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلصت؟ ايه.